انا هعمل هنا كرواسون طيبين بقى موسم، وبنعمل ابطه مربيينها شاريينها اي حاجه. طبعا كتير جدا بنبقى البطه دي مش عارفه احطها في حله، ده البطه طويله قوي، ما عنديش حله طويله، مش عارفه احطها فين، البطه صعبه قوي مش عايزه اشربتها، ولا عايزه منها حاجه تبقى شربتها تقيله قوي، في ناس بتحب شربتها تبقى تقيله. فطب ممكن نعمل ايه عشان نعمل ابطه حلوه كده وجميله وسهله وما نغلبش؟ عارفه الكل بيقول اعمل بط ازاي، حاسين ان هي حاجه صعبه قوي، ولا حاجه خالص على فكره، دي اسهل من الفراخ المشويه، اسهل من الفراخ المشويه. ازاي؟ انا بجيب كيس حراري، ده موجود في اي سوبر ماركت هتلاقي كيس الحراري دي موجوده، وسعرها عادي جدا مش غاليه ولا حاجه خالص. وهروح جايبه البطه، جايبه ايه؟ جايبه جزر، بصل، طماطم، ورق لورو، حبهان، شويه توابل بقى، ملح، فلفل، قرفه، جنزبيل، شويه بهارات، اي حاجه. تمام، هنيجي نعمل هنا دلوقتي كده، تعالوا لي. فهنجيب دلوقتي بقى ايه الخلطه دي اللي عندنا، ممكن تحط لها برتقال على فكره كمان. نجيب كده بصل بقطعه جوانح كده، بصلايه او بصلتين حسب ما انت عايزه، وشويه جزر برضو حلقات عشان اخد شويه من دي كده برضو عشان اخدهم تحت الايه بطاقه. تمام، طماطم ابشري كده ثلاث طماطمات، وبعدين عندنا شويه ايه حبهان مفروم مطحون، شويه بهارات، بهارات لحمه، كمون، كل كمون كتري شويه اي بهارات بتحبيها، وكان برضو فص حبهان كده سرقان، وبعدين الملح والفلفل، وادي الملح، معلقتين كده صغيرين، كل تتبيله هنا مفيش شوربه ولا في اي حاجه. ماشي، تعالوا لي كده هنا جنبي، الصاج ده حلو. هاخد عليه البطايه، تمام كده. ممكن نحط شويه خل برضو، الخل دوت صديقي صديقي صراحه، بيعمل حاجات كتير قوي حلوه في اللحوم وفي العجاين وفي كل حاجه، حتى في التنظيف الخل حلو ابن حلال يعني. هناخد كده دي، هناخد بقى كده ايه شويه حطهم جوه البط، بصل، طماطم، وجزر. تمام، هناخد بقى هنا الصينيه، بس شويه ايه تحت البطايه كده، حطي بصل على الجزر من تحت اللي هيسند عليها البطايه، عشان دايما حتى في الكيس بتلاقيها ايه محروقه من تحت اكتر، فاديها بطانه من تحتيها كده، كيس حراري هاتيه كبير عشان يشيل البطايه كده. بقى تحتاجي بقى سلق بقى بطايه وحله كبيره ومش عارفين نعمل ايه في الشوربه اللي لازم نغطيها بالشوربه، حاجات كتير كده. لا مش هيحتاج كل الكلام ده، اسهل عمل بطايه اي عروسه تعتب ببطه، خلاص بقى سهل خالص. هاخد بقى كل الباقي ده وانزله على ايه على البطايه من فوق كده، دول بقى هيديها طراوه وهيديها طعم كل الخضار ده. تاخدي كده وتروحي ايه تانيها تحتيها كده، الكيس دي تحتي كده تحت البطال. اسهل طريقه بط واوفر في كل حاجه، لا حله ولا بوتاجاز ولا الكلام ده كله خالص. خد واحد صغنن كده بس عشان ايه يطلع الهواء اللي هيبقى جوه، وادخلها بقى الفرن درجه حراره عاليه. هتقعد معايا في الفرن حوالي ساعتين او ثلاثة حسب درجة حرارة الفرن.
من ساعتين لثلاثه في بطه قد ايه؟ البطه دي حوالي 4 كيلو. تمام؟ وعارفين بس. هناخدها الاول تحت شويه كده، هتخليها على الفرن من تحت حوالي ساعه، ساعه فرن من تحت كده، وبعدين تروحي رافعاها على الشبكه ساعه كمان او ساعه ونص. هي مش اقل من ساعتين، من ساعتين لثلاثه هي هيبان عليها انها احمرت واستوت. تمام؟ احنا كده فاضل على الحلقه قد ايه؟ قولي مثلا ساعه الا ربع مثلا. لا مش هكون هتستوت طبعا، لسه قدامها فتره محترمه. تمام؟